بنت اخت مدام روز. ياي كمان ده طفشه لهي روز؟ لا مدام روز دي صاحبه العياده والمتحكمه في كل حاجه. اوخ يعني اطفشه ولا ما اطفشه؟ انت المهم دلوقتي تطفش لليان ومدام روز دي سيبها علي. الدكتوره انسه جمانه انت بتعملي عملياتك هون ولا برا؟ لانه اذا لازمك مساعد تران على كيفك. انا بزمان يمكن طقيه براغي، هلا ضريب اوبر على كيفك. لا العمليات الكبيره بعملها في المستشفى، هنا بعمل الحاجات الصغيره زي البوتوكس والحقن والحاجات دي. طيب ايش كنت اسالك؟ صحيح رجال عم يسوي عمليات تجميل كمان؟ ليه عايز تعمل حاجه؟ لا يا مولا، على ايش بدي اعمل عمليه؟ لك انا صحنتي بتمجد اللي خلقها. ابوس روحي، اللهم صلي على النبي. والله والله وقت بمشي بالحاره الصبايا كلهم بغرف قلبهم علي، بس عم بفكر انفخ. تنفخ ايه بالضبط؟ هنا وفنجان القهوة تبع الدكتورة أنسي جمانة، وهنا والحلم اللي على الريحة. اثنين قهوة على الريحة هون. لك هنا وفنجان أنسي الدكتورة جمانة، ها ضيفية. يلا هون هو هات لسي، حط من ايديك. يلا ما في لا تشربي تعمل لك غورمي. انا روحي انت روحي. لك حاجة لسه وافتي لي مثل الدهمي العمص. اف واو يخبى ديارة يطفي نار. لك هي الحلوة اللي على الريحة، هذا بنجان قهوتي. هي اشربي. قوام خلصين بدي اوصل لك. هاي بعرف انه تاخرت، كان عندي درس ومرقت لعند فرح، مرقت لها الصور لازم يخلصون خلال يومين. شبكي شو صاير؟ ميرنا ايوب كانت عندي. ايه مصرة ترفع دعوة على المجلة وبتقول ان هي معها ادلة واثباتات بتدينهم. ايوه ولا حاجة، عرفت لوحدها ان مش هي المقصودة وان ميدي هي المقصودة من غير ما اقول لها اي حاجة. ايه وشو الحل يعني؟ شو ما نعمل؟ ولا حاجة، هي عندت واصرت وما رضيتش تخرج من المكتب الا لما شو يا اختي؟ الا لما اخذت عنوان ميديا.